يا جماعة بيضحكوني العالم اللي بيطلعوا بيحكوا عن الخبسنة وهن أخبس خلق الله. من بعد ما بلشت بيسان اسماعيل مسيرتها في عالم الغناء والطرب، ومن بعد ما حققت أغانيها نجاح كتير كبير بالعالم العربي، آخرها أغنية واقع بالعشق اللي كانت مع الفنان إبراهيم الأمير باللهجة العراقية، واللي نزلت بالثالث عشر من فبراير الماضي على يوتيوب لتحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة وترند بعدة دول. لتباشر بيسان بعمل ثاني واللي كان إهداء لجلالة الملكة رانيا بعنوان يا أم الأردنيين، حيث حققت الأغنية أكثر من 400,000 مشاهدة. حبايبي، بمناسبة هذا اليوم المميز حبيت بهالستوري هني جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا، لأنه اليوم بيصادف ذكرى 52 من معركة الكرامة اللي انتصر فيها الجيش الأردني الغالي على إسرائيل دفاعا عن الأردن الغالية، وكمان اليوم الجيش الأردني بالشارع عم يحمي الأردن من الفيروس. وأغنية سند عمري بحياتي اللي كانت أكثر أغنية حساسة لبيسان واللي حققت 4 ملايين مشاهدة. أما بيسان وهالمرة فاجأت متابعينها بأخبار جد سارة، وهي العمل على أغاني جديدة بألوان مختلفة، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية، واعتمدت فيهم على ستايل جديد ومغاير عن ستايل بيسام المعتاد، وأغنية بالتركي والعربي، وكمان أغنية باللهجة المغربية ولأول مرة. أما الفيديو كليب المقبل اللي راح ينزل قريبا حيكون بعنوان مزاجي عالي، فما علينا إلا الانتظار والترقب لمفاجآت بيسان إسماعيل. وبيسان قررت العمل أكثر على فيديوهاتها على تيك توك بسبب النجاح اللي حققته على التطبيق، حيث حصدت أكثر من 3.7 مليون متابع وأكثر من 33 مليون إعجاب على فيديوهاتها. وبيسان مشهورة بقصف الجبهات على تيك توك بسبب هالفيديوهات. يا جماعة بيضحكوني العالم اللي بيطلعوا بيحكوا عن الخبسنة وهن أخبث خلق الله، وبيطلعوا بيحكوا عن الاستغلال وهن أكثر ناس مستغلة. مو لأنه أنا ما حكيت عمايلكم والشغلات اللي عملتوها تفكروا حالكم ملاك، مو أنتوا الملاك، أنا اللي بنت أصل. هلأ بدي أسألكم، إذا إجا خاروف وترجاكي لحتى ترجعي تحكي معه وهو كل يومين عم يتخرفن مع بنت شكل وأنتي قلعتيه، شو أول شي رح يحكي عنه؟ أكيد شرفك.